رحاب غادة الصايغ مدير موقع فتكات والأستاذة رحاب الطحان عضو بالموقع. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي غادة. يعني أولا طبعا لازم نعرف إيه يعني إيه طبيعة الموقع ده، بيقدم إيه وليه اخترتي اسم فتكات؟ يعني هو الحقيقة أصحاب الموقع لما اختاروا اسم فتكات كانوا عايزين اسم بينم عن الشخصية المصرية، لأن هو المنتدى المصري الوحيد النسائي. طبعا في منتديات كتير، بس وقتها هو ابتدى 2007، كان وقتها ما كانش فيه مواقع نسائية للمرأة، ففكروا في اسم يكون سهل وبسيط ومعناه بينم عن الشخصية المصرية. ففتكات بالعربي وبالانجليش بيتكتب بنفس التقسيمة، معناه الست الشحرورة الشاطرة، هو اسم مصري قديم. أهدافه بقى كتير. احنا يعني هدفنا من 2007 لحد دلوقتي، كل هدفنا اننا ننمي دايما وعي الست المصرية، نخليها مميزة في كل نواحي الحياة، الثقافية والدينية وتربية ولادها، الزواج، عيلتها، شخصيتها، ازاي تبقى ست أنيقة، ازاي تبقى ست رشيقة، ازاي تبقى ست قادرة تشارك في جوانب المجتمع كله. يعني بنحاول نعمل من الست دايما انها تكون مميزة في كل حاجة في حياتها. يعني الأستاذة رحاب، هل بتحاولوا تساعدوا البنات من خلال الموقع؟ لو حد عنده مثلا مشكلة، مشاكل معينة، هل بتقدموا لهم حلول يعني، ولا بس مجرد بتقدموا معلومات للبنت؟ هو انا يعني هتكلم عن الجزء اللي يخصني فتكات. انا بدأت علاقتي بيه ان انا اصلا نشطة في مجال العمل الاجتماعي من في حدود 14 سنة. شدني الموقع لانه بدا يسمع في الحياه العاديه، في الجمعيات، في المعارض. لما دخلت عرضت حمله لمساعده الامهات في علاج عيون ولادهم، هي مبادره طلعت من القصر العيني اسمها مبادره عيون ولادنا. فكان هدفنا منها انه طالما في مجتمع نسائي قادر على نقل معلومه انه في علاج وعمليات مجانا للاولاد، فدي كانت اول مرحله. يعني بعدها بدينا نعمل اكتر من نشاط برضو اجتماعي، زي المساعده في تجهيز العرايس. ده نشاط قائم في جمعيات كتير، لكن لما نحوله لفرح جماعي وتبادر إدارة الموقع ان هي تساهم في الإعلان عنه وتتواجد بأعضاء منها بشكل رسمي، فكان ده برضو ادى قوة لأكتر من نشاط اجتماعي وخير ان هو يتعمل. اكيد بنساعد العطوات، لكن في ظروف او شروط معينة لازم يمروا بيها الاول قبل ما نقول العضوة دي تستحق المساعدة. طب انا الحقيقة يعني ببقى مبسوطة جدا لما بشوف المواقع دي وهي بتحقق أهداف اجتماعية كويسة، لكن الحقيقة ببقى عندي تحفظ شديد لما بلاقي المواقع دي بتتعامل في موضوعات و عايز أقول إيه، بترسخ معتقدات أو مش معتقدات، أفكار. هذه الأفكار بتحتمل الصح والغلط، لكن لما بتتقال على موقع من المواقع الاجتماعية دي بتبقى كأنها حقيقة مسلم بيها. يعني أنا ممكن أدخل على موقع حضرتك وأكتب مثلا أنه اللون الأحمر مثلا بيخلي الواحدة شكلها وحش، أنا بدي مثل، ده رأيي أوكي، لكن مش صح أن يكون، يعني مش لازم يكون صح أو غلط. المواقع لما بتكتب هذه الأراء الناس بتاخدها أنها مسلمات. لا، هنا بقى ده دورنا احنا كإدارة موقع. احنا ما شاء الله لا قوة الا بالله، احنا 171 إدارية للموقع. طبعا احنا عندنا مواقع اقسام كتير جدا ومنتديات كتير جدا، كل قسم فيه ما لا يقل عن 3 أو 4 مشرفات ومراقبات. دورهم هنا انهم، لان دي سياسة او سمات المنتدى عندنا، المصداقية. يعني احنا لازم اي معلومة تنزل على المنتدى ايا كانت صغيره او مراجعهم ايه يا استاذه غادة؟ يعني هم مرجعيتهم الثقافيه ايه؟ يعني العضوات والمشرفات اللي هم بيصرحوا انه ده ينزل او احنا معانا دكاتره طبيبات ومعانا مهندسين ومعانا تجاريين ومعانا ناس خريجه جامعه امريكيه ومعانا محاميين، ويعني معانا يعني الحمد لله كلهم متعلمين، كلهم على درجه كبيره جدا من التعليم الحمد لله. فهل يعني بتقدموا فقط المعلومه العلميه ولا بيبقى في توجيه معين مثلا لاراء ما بتبقاش مجرد ليها علاقه بالعلم يعني؟ لا لا لا، كل الافكار. هو المنتدى متقسم لقسم اقسام عامه زي دردشه، ترحيبات، قسم اسلامي، مغتربات، لان احنا طبعا يهمنا المصريات اللي عايشين في الخارج. عندنا كمان اقسام صحيه اللي هي متقسمه بقى لصحه العيله وصحه
المرأة رشاقتها، عندنا أقسام أناقة شاملة كل الأقسام، ميك اب وتسريحات وتزيين عروسة، أناقتك في بيتك، أناقتك في شغلك، أناقتك في الخروج العادي في السهرات. عندنا كمان أقسام أدبية وأقسام ثقافية، وعندنا كمان أقسام تعليم، عندنا مركز تعليم فتكات، ده عضوات اللي بيقدموا الخدمة دي مجانا. كل كتب دي حاجة يعني كانت بعد الثورة، عضوات كتير جدا ابتدوا ينزلوا ملخصات وينزلوا ويكتبوا المناهج ويلخصوها للناس عشان تسهل عليهم المذاكرة في الفترة القصيرة طبعا، لأن الامتحانات تعتبر شهرين الترم الثاني. حابة أقول حاجة برضو في نقطة أستاذة دينا بخصوص المعلومة على الإنترنت، هي فعلا مش متوثقة، بس حتى الموسوعة العالمية الكبيرة مثلا اللي بيدخل يقول تعريف في حد تاني ممكن ينقده، فتلاقي الرأي والتصحيح. فدي الميزة في المنتديات المفتوحة، ان انت ممكن تلاقي رأي وممكن تلاقي معلومة وحد يقول لا انا متأكد ان ده مش صحيح، ده في حاجة افضل، في حاجة احدث، انت هتلاقي ده. يعني احنا لكن كمان بدورنا صعب قوي تقولي بدورنا كإداريات بننزل، يعني لو في خبر كاذب بنكتب ده. يعني ايام الثورة كان في طبعا وقتها في اول الثورة كان الاعلام بينزل حاجات كتير مغلوطة، فكان دورنا ان احنا دايما، ومش احنا بس كمان كعضوات، يعني كان في عضوات عندهم وعي كافي. طبعا كان في ناس بتهاجم الثوره كتير بسبب الاعلام اللي كان مغلوط ده، وكان في ناس مقتنعه ومتفهمه ومصدقه على اللي بيقوله الاعلام، وفي ناس تانيه كانت عندها درجه كبيره من الوعي والثقافه، فكانت بترد على ده وبترد على ده بوثائق برضو، يعني بمقالات موثوقه من الناس، بترد على ده بمعلومات مؤكده من مواقع الحدث. يعني انا عايزه اقول لك في موقع اخباري، يعني بلاش اقول اسمه، نزل لنا في بانر الموقع شكر، احنا ما كناش نعرف حاجه، شكر لمجرد ان احنا لما بننزل اي خبر عندنا لازم نحط اللينك بتاع مصدره ما هي دي النقطه، المصادر. يعني انا ده اللي انا بتكلم فيه، لان احنا بنحافظ على مصداقيتنا وسمعه فتكات. يعني الحمد لله احنا رقم واحد فيما يخص المراه والاسره والطفل على مستوى العالم العربي، يعني احنا رقم 11 على كل المواقع، لكن على الخاصه بالمراه والاسره والطفل احنا رقم واحد. ف يعني واللي صنفنا التصنيف ده اليكسا ورتب، فلازم نكون قده يعني ان شاء الله. استاذه ريحاب، حضرتك كنت قلتي انه بيتم مساعده الناس من خلال الموقع، لكن بيبقى ليها شروط او مواصفات معينه. يا ريت حضرتك تقولي لي الشروط دي، وهل فعلا تم مساعده حد؟ في حالات، انطبقت الشروط دي على حالات يعني وتم هو مساعدة. مثلا هو كل نوع مساعده بيختلف، يعني مثلا في عمليات عيون الاطفال، هي بالفعل الاطفال دولت راحوا تم ليهم الكشف المجاني، حالات محتاجه المساعده فعلا بنستلم ورقها، والاطفال لحد سن 14 سنه احنا متكفلين بعمليات ليهم. زي ما قلت لحضرتك تاني، مبادره عيون ولادنا دي طالعه من القصر العيني، من اساتذه من القصر العيني. حالات مثلا زي مساعدات الزواج، لازم اخد موافقه من الاداره اني بقابل الحاله الاول، باخد ورقها، بنعمل البحث عادي كاننا جمعيه، وبنرجع نخطر الاداره، لان الناس بتبقى حابه انها تشارك او انها تتعرف هم فعلا الموقع بيفيد عضوات ولا لا، وبنعلن عن ده. بس في طبعا اكيد حالات اتجنبناها، يعني لانها ما انطبقتش عليها الشروط العاديه، اللي هي مش ما فيش شروط للمنتدى لوحده، هي شروط عاديه جدا بتتنفذ جوه الجمعيه. تمام. يعني احنا الحقيقه بنشكر حضراتكم جدا، نورتونا النهارده في زينه، وبنتمنى انه يبقى فيه المزيد والمزيد من هذه المواقع، بس بشرط زي ما قلنا المصداقيه الشديده، وان يكون في مراجع، وانه ما نكونش يعني بنروج لافكار معينه او اتجاهات معينه، هي خدمه للمواطنين. انا بس كنت حابه اقول رساله صغيره لاهالي الشهداء. اتفضلي بس بسرعه لان احنا وقتنا خلص. خلاص اوكي. انا بس عايزه اقول لهم يعني احنا بجد بنحسدكم، لان اولادكم ان شاء الله ان شاء الله في الجنه، وبجد هنفضل طول عمرنا معتبرين او فخورين باللي عملوه دوت لينا ولمصر. كمان المصابين يمكن الاعلام لسه ما ادالهمش حقهم، بس انا عايزه اقول لهم ان يعني احنا بجد هنفضل دايما برضو شايلين الجميل ده قوي، واكيد المعاناه اللي هم بيعانوها دلوقتي بعد الوقت ان شاء الله هتبقى يعني هتتحول لسعاده لما يقعدوا يحكوا مع اولادهم ان شاء الله. ان شاء الله. كمان بنشكركم جدا، شرفتونا، واحنا بنشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام. بكره ان شاء الله حلقه جديده من زينه. شكرا والى اللقاء.